بعيد الحادي عشر من سبتمبر ارتكبنا أخطاء، فعلنا أشياء كثيرة حسنة، لكننا عذبنا بعض الأشخاص. مر أكثر من عام منذ أن اعترفت أمريكا بتعذيب أشخاص، ونحن نسعى لإجراء مقابلة عن ذلك مع مسؤول أمريكي. عمار البلوشي محتجز في غوانتانامو ومتهم بتحويل أموال لمنفذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر. لا يمكنه أن يتواصل مع أي أحد في العالم إلا من خلال إجراءات حكومية صارمة وبعد إجراء تحريات. رد عمار علينا كتابة، سنقابل محاميه الآن لأن لديه أجوبة كنا قد أرسلناها إليه. مرحبا جيمس، نحن الآن أمام المكتب. ترافع جيمس كونيل عن البلوشي منذ عام 2008، وكثير مما يعرفه مصنف باعتباره معلومات سرية. لا يسمح لي بالتحدث عن وجود مواقع سوداء أو عما حدث في تلك المواقع السوداء. يمكننا إذن أن نتحدث عن السجن المظلم؟ لا أستطيع أن أؤكد وأنفي وجود السجن المظلم. كشف تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الأمريكي أخيراً تفاصيل عن برنامج التعذيب لدى CIA بما فيها أسماء رجال ذوي العلاقة، وهو ما يعد سابقة، لكن العالم لم يسمع بعد منهم شيئاً يستحق الذكر. هذا خط يده؟ نعم، في اليوم الأول حلقوا شعر رأسه ثم ضربوا برأسه عرض الحائط مراراً. كتب يقول: رأيت ومضات ثم سرعان ما شعرت بصدمة كهربائية في رأسي، ثم غرق المكان في ظلام دامس وأغمي علي. تلك المعاملة سميت الضرب بالحائط، وهي واحد من أساليب استجواب اعتمدت قانونياً بعد الحادي عشر من سبتمبر، لكن كونيل يقول إن ذلك الأسلوب وغيره من الأساليب التي اتبعت مع البلوشي ألحقت به ضرراً دائماً. موكلك متهم بالاشتراك في أعمال أدت لقتل أبرياء، هل تتفهم السبب في قلة التعاطف مع من تمارس ضدهم تلك الأساليب؟ لا علاقة للتعذيب بالتعاطف، وهو يتجاوز حد فرد بعينه أو جماعة بعينها، فالتعذيب يتعلق بالكيفية التي يختار مجتمع ما أن ينظم نفسه بها. إذا قرر رئيس آخر مستقبلاً العودة إلى استعمال التعذيب، فستكون المرافق اللازمة لذلك متوفرة لديه. وبعودة موضوع التعذيب للظهور كإحدى قضايا الانتخابات الأمريكية، نحاول أن نفهم المسألة بالبحث عن رجال مروا بهذه التجربة. هذه الرسائل هي أقصى ما استطعنا أن نتتبعه من وسائل لكي نعرف عن البلوشي، لكن ثمة آخرين لقوا المعاملة ذاتها. قامت حملة لمنع ضحايا التعذيب من التحدث عن معاناتهم، فلم يسمع صوت ضحايا بقوا على قيد الحياة بعد تعذيبهم. بيّن تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الأمريكي أن برنامج التعذيب الذي اتبعته CIA شمل 119 رجلاً من 20 بلداً، وقد تفاوتت أسباب احتجازهم. بعضهم قيل إن له علاقة بالقاعدة، بينما وصف حلفاء أمريكا في المنطقة بعضهم الآخر بالإرهاب، وقد احتجز ربعهم تقريباً خطأً، ولقي 39 رجلاً على الأقل أسوأ معاملة، حيث تعرضوا لما تسميه CIA الاستجواب المعزز. في اسطنبول قابلنا اثنين منهم، كان محمد الشوريا وخالد الشارف عضوين في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة التي عارضت معمر القذافي. كانت الدكتاتورية يعني قوية، وأنت لست حر في أي شيء، فكان الوضع يدفعك لأن يعني تفعل شيء. في عام 2004 سمت وزارة الخارجية الأمريكية الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة جماعة إرهابية، لكن محمد وخالد كان احتجزا قبل ذلك بعام، ويقولان إن معركتهما مع القذافي وليست واشنطن، وعندما احتجزتهما CIA كان يقيمان في باكستان مع أسرتيهما. هاي طبعا الصور قبل في باكستان في بيشاور في نفس البيت اللي تم اعتقالنا فيه. أكان هذا قبيل احتجازكما؟ تبدو في عنفوان الشباب يا محمد. هذه أيضا مع آسيا، كانت في ذلك الوقت عمرها 9 أشهر. هذه مع أضحية العيد، هذه الصورة كانت. غطي رأس محمد وخالد وكبل بأصفاد، ثم نقل جوا لمنشأة تابعة لـ CIA سمها محمد وخالد السجن المظلم.
أنا عشت في هذه الزنا سنة كاملة، سنة كاملة، يعني ما زلت أحفظ تفاصيلها إلى الآن، يعني مقاساتها، أشكالها، بعض الكتابة على بعض الجدران كتبتها. في الأشهر الأولى كثيراً ما كان يبقيان عاريين تماماً. كان جورج في هذه الغرفة عبارة عن الباب يوجد في أسفله فتحة، هنا بطانية عملتها كوسادة، هنا في هذا المكان يوجد الحلقة التي عانينا منها كثيرا، أن ينام هو مقيد اليدين والرجلين في هذه الحلقة، ومع هذا يأتيك الحارس ويمر عليك ويطرق الباب ويدخل هنا الإضاءة حتى يرى أنك مستيقظ ولست نائم. كان محمد وخالد يوثقان بسلاسل في الجدران لمنعهما من النوم أياما في كل مرة. الحلقة هذه نجلس يعني هكذا، يد اليدين اثنين والقدم معهم قدم، ايه ثلاثة مع بعض، حتى قضاء البول يعني في مكانك. كانت هناك أيضا الزنزانة الصغيرة، زنزانة أو هي قبر بالمعنى، ويوجد هنا القضيب الذي هو معلق في أعلى السقف، وهذه طبعا كلها ملطخة بالدم. يمكن أن تقول أي شيء فقط يعني حتى يعني تتخلص من هذا العذاب، يعني حتى شيء لم تفعله. أنا كنت أخطر شيء أشعر به أن هؤلاء ليس لديهم أي خطوط حمراء، مستعد يفعل أي شيء. كان يعني يقولون لنا نحن نستطيع أن نقتلكم الآن، ولا أحد يعرف أين أنتم ولا من قتلكم. أبلغنا أن الرجلين لم يكونا راغبين في التطرق لكل ما حدث لهما. كانت معاناة كبيرة جدا، الحديث عليه أيضا يصعب الحديث عن ذلك. يعتقد بأن أكثر من نصف من احتجزتهم CIA قضوا فترة فيما يسميه محمد وخالد السجن المظلم، أما رسمياً فهو مركز احتجاز يرمز إليه بالاسم كوبلت. كان من الصعب تصديق أن هذا المكان كان موجوداً، بل كان من الصعب أيضاً تصديق أن وكالة الاستخبارات الأولى في العالم أنشأته خصيصاً لهذا الغرض. عندما زار الموقع فريق من مكتب المفتش العام لدى CIA قال إنه وجد محتجزاً يعتقد أنه كان مقيداً بسلسلة ثبتت بالحائط واحتجز واقفاً ل17 يوماً. البيانات الرسمية للCIA حسب ما نوه به تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي حتى بعد تحرير تلك البيانات تبدو وكأنها نص لفيلم من أفلام الرعب. عزل في ظلام دامس، موسيقى صاخبة ومستمرة، إدخال ماء من الشرج، إبقاء المحتجزين في صناديق تشبه التوابيت. قال مدير التحقيقات إن السرداب الذي رآه كان أقرب ما يكون إلى كوبلت، ورغم المعاملة التي لقيها محمد وخالد فلم توجه الولايات المتحدة إلى أي منهما تهمة ارتكاب جريمة، وهما يقولان إن تلك التجربة لا تزال تنتابهما في صورة ومضات وكوابيس. أنا في كثير من الأحيان يعني أكون جالس مع الأسرة يعني أنفصل عنهم تماماً، يعني شعورياً أنفصل عنهم تماماً وأغرق في هذه الذكريات المؤلمة. يعني كثير من الأحيان الأطفال يتساءلون يعني ليش أنت بابا ديما تسرح؟ هل تظن أنه سيأتي يوم تحدث فيه أبنائك عما مر به والدهم؟ لا أظن، لا أظن.
بعد 11 من سبتمبر كانت CIA تعمل علنا هنا، فتقبض على أفراد ثم تأخذهم لمواقع سوداء. ألقي القبض على محمد وخالد في مكان غير بعيد من هنا. من أفظع ما قالاه لنا هو أن من حققوا معهما أنذروهما بأنهما قد يموتان في السجن، وإنه إذا ما حدث ذلك فلن يعلم به أحد ولا حتى أسرتاهما، وقد تبين أن ذلك قد حدث لأحد الأشخاص. عظيم، يبدو ذلك رائعاً، شكراً. نعم، نحن إذن جاهزون. كان ذاك الدكتور غيرت بهير الذي كانت CIA قد احتجزته في عام 2002 في غارة كبرى حدثت هنا في إسلام أباد. نادراً ما يتحدث لوسائل الإعلام، لكنه سيقابلنا الصباح الباكر أمام المنزل الذي دهم آنئذ. كثيراً ما كانت باكستان ملاذاً لجماعات تخوض الصراع الدائر في جارتها أفغانستان. بعد 11 من سبتمبر أصبح بعض هؤلاء الأشخاص أهدافاً لCIA. جيد جداً، إذن المكان موجود في هذا الشارع. عظيم، سنتبعك. كان الدكتور بهير عضواً في تنظيم أفغاني يدعى الحزب الإسلامي. اسم هذه الجماعة ذاتها لم يكن مدرجاً لدى الولايات المتحدة بقائمة المنظمات الإرهابية، لكن تلك القائمة تضمنت أسماء فروع انبثقت منها. هذا الطريق الممتد من هنا إلى هناك تم إقفاله، وكان ثمة حوالي 200 شخص من أفراد الشرطة ووكلاء الاستخبارات الأمريكية. أمريكيون أيضاً؟ نعم، كانت الساعة الثانية بعد منتصف الليل. قيدت يد بهير وغطي رأسه وأخذ بعيداً مع صديقه وسائق سيارته السابق جول رحمن، الذي كان قبل ذلك بسنوات حارساً لزعيم الجماعة. وكانت تلك آخر مرة رأى بهير فيها جول حياً. نقل جواً كلاً على حدة، ورأساهما مغطيين وأطرافهما مكبلة لموقع الاحتجاز كوبلت. ضرب محقق CIA جول ورشوه بماء بارد، وفي 19 من نوفمبر ترك مقيداً بسلاسل مثبتة بأرضية زنزانته وهو شبه عار. صباح اليوم التالي عثر على جول ميتاً. أدرجت CIA انخفاض درجة حرارة جسمه باعتباره السبب المحتمل لوفاته. هذه رسالة من ابنته تقول فيها: والدي العزيز، أنا في انتظار عودتك. عندما كنا ننظر إلى أبينا كنا نتساءل عما إذا كانت لكل الآباء ابتسامته، وعما إذا كان لهم لطفه. لم يكن بالنسبة إلينا أبا فحسب، بل كان بمثابة أب أيضا لكل من هم في حاجة إلى مساعدة. جول رحمن المحتجز الوحيد الذي عرف أنه مات بفعل برنامج التعذيب الذي طبقته CIA. لا يوجد مبرر، فقد كان إنساناً وأباً لأربع بنات أو خمس، وله أم مسنة ومريضة. لم تتحدث أسرة جول أبداً أمام الكاميرا، وهي تقيم في مخيم للاجئين الأفغان قرب المناطق القبلية. يصعب على الصحفيين الأجانب أن يذهبوا لهناك، لكن بهير أبدى استعداده لأن يأخذنا إلى هناك. وباعتباره من وجهاء القبائل أبلغنا أن بإمكانه أن يضمن سلامتنا، لكنه طلب منا ألا نتصرف على نحو يجلب الانتباه إلينا. سأطلب من رجالي عند المدخل ألا يبلغوا أحداً، لكنهم سيكونون متأهبين لأي طارئ. أتوافقون؟ هناك حاجز تفتيش يفضيان للمخيم ويخشى من احتمال إيقافنا. سبقنا الدكتور بهير كي يبلغ رجاله بأننا قادمون. لا ينبغي لأحد أن يتحدث إليهم مسبقاً. يخشى بهير من لفت الأنظار، وقد طلب إلينا في عدة نقاط أن نخبئ الكاميرا. مررنا في نهاية المطاف عبر آخر حاجز تفتيش باكستاني، بعدئذ أصبحنا بمفردنا. إذن هذه المنطقة تحت قيادتنا. هذا هو المخيم؟ نعم، إنه مخيم كبير جدا. هذه بخرة، هؤلاء هم جماعتنا، هم هنا لأجل سلامتك. مسافة قصيرة لنصل لمنزل عائلة رحمن. هل ذاك حبيب؟ نعم حبيب. إذن ذاك بيت الأسرة. نعم. تولى حبيب وهو أخو جول رعاية الأسرة عندما اختفى أخوه.
إذن كان هذا منزل جول، ولا تزال زوجته ووالدته تسكنان هنا مع بناته الأربع. نستطلع إمكانية أن نجري معهن مقابلة مصورة. في النهاية دعينا إلى أن ندخل ومعنا الكاميرا. توفي جول قبل أكثر من عقد من الزمن، لكنه يبدو كما لو أن الحداد لا يزال مخيماً على هذا المنزل. حزننا يتجدد كل ليلة ولم يخف أبداً. بالنسبة لوالدة جول، فإن أكثر الأشياء إيلاماً هو أن ابنها لم يدفن على نحو مناسب، وتقول إن السلطات الأمريكية لم تعد جثته. لقد احترقنا من الألم ولم يلاحظنا أحد. لقد رحل عنا ولا ندري حتى كيف، ثم إنه لم تسلم إلينا جثته. تبين أنه مرت سنوات دون أن تعرف أسرته أي شيء على الإطلاق، رغم أنها دأبت على الاتصال بالسلطات. ذهب عمي إلى مكتبي الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر وإلى حامد كيرزاي. كان يقال له جول ليس عندنا، لا نعلم عنه شيئاً، لقد احتجز في باكستان. لماذا ظلمونا؟ لماذا يقول لنا الجميع إنه ليس عندهم؟ لماذا احتجزه هؤلاء الأمريكيون؟ لم يقف الأمر عند حد احتجاز الأمريكيين لجول، بل إنه مات وهو رهن الاحتجاز لديهم. ومع ذلك أطلعنا حبيب على اتصالات من مسؤولين أمريكيين بعد سنوات من وفاته لم تتجاوز حد القول إنه ليس محتجزا لديهم. لا يوجد لديهم شخص بهذا الاسم. تلقوا هذه الرسالة عام 2004. نعم. متى علموا بوفاة جول؟ في أي سنة؟ قبل سنة فقط، سنة واحدة. تقول الأسرة إنه لم يتصل بها أحد مطلقا من CIA فيما يتعلق بوفاة جول، ولم يسمع حبيب عن الكيفية التي توفي بها أخوه إلا من وسائل الإعلام. لم يبلغ والدتهما بالتفاصيل، ويقول لو علمت لتفطر قلبها. ثمة حكمة تقول الإنسان أقوى من حجر وأضعف من زهرة. مرت سنوات كانت صعبة، لكن الفكرة التي أود أن أقولها هي أنه سواء كنا مسلمين أم غير مسلمين فكلنا بشر، وكل منا يشعر بما يشعر به غيره في موقف كهذا. لم نجد في التقرير شيئا عن جثمان جول رحمن، لكن من المحتمل أن يكون قد دفن قرب المنشأة التي توفي فيها. نعرف أن ذلك كان مركز الاحتجاز كوبلت، واستناداً لمقابلاتنا مع محتجزين نظن أن السجن المظلم وكوبلت شيء واحد. وهكذا فإن الرقابة حذفت تفاصيل كثيرة، فساد الغموض وتعذرت معرفة المكان بالتحديد. لكن روايات الأشخاص الذين احتجزوا هناك تؤكد لنا أن البلد المشار إليه بالحرف إكس إنما هو أفغانستان. هذه قندهار في أفغانستان. تمكننا من الاتصال برجلين هنا يقولان إنهما كانا أيضاً في السجن المظلم. الرجل الذي سنقابله ألقي القبض عليه وأرسل للسجن المظلم في نفس الوقت تقريباً الذي توفي فيه جول رحمن، وهو محتجز لدى CIA. ظنت CIA أن شاه ولي خان كان خطراً على أمريكا، لكن وكلاءها ألقوا القبض أيضاً على أخيه نزار. نزار واحد من 26 رجلاً ظهر من التحقيق الذي أجراه مجلس الشيوخ الأمريكي أنهم احتجزوا دون وجه حق. ومع أنه لم تنطبق عليهم معايير الاحتجاز، فقد أثبت المحققون أن نزار بكى وأن ذلك استعمل لتهديد أخيه. كانوا يضربونني وكانوا يخرجونني من الزنزانة ويركلونني، أتدري؟ ثم يقولون لي فلتبكي ولتتألم لكي يسمعك أخوك. كان يصرخ. سألته عما كان يحدث وعما إذا كان كل شيء على ما يرام، لأنني سمعته يقول إنه يتألم. رواياتهم رددت روايات من كنا تحدثنا إليهم عن السجن المظلم، لكنه كانت لديهم بعض المعلومات الجديدة. هل لكما أن تحدد لنا بالضبط مكان وجود السجن المظلم؟ لم أكن أعرف وقتئذ، لكنني علمت فيما بعد أنه يقع قرب مطار خواجة رواش. يقول بعض الناس إن هذا هو المكان الذي كان يودع فيه المحتجزون. هل تظن أن السجن كان بهذا الحجم؟ أعني هل تتذكر أي تفاصيل عنه؟ كنت في وضع صعب، لكن شخصا قال لي فيما بعد أنه كان المديرية الأولى لدائرة الاستخبارات.
يتطابق الوصف الذي ساقه شاه ولي خان مع ما كنا قد سمعنا. الناس هناك يعرفون أنه كان مصنعاً قديماً مبنياً من الطوب، وقال إنه يستطيع أن يأخذنا إلى هناك. إذن هناك يقع المطار. بالضبط، الآن سندور إلى اليسار. لم يعد هذا موقعاً أسود للCIA، لكن الاستخبارات الأفغانية تستخدم هذه المنطقة. إنه مكان سري، لا يريدون لأي أحد أن يعرف ماذا يحدث داخله. ماذا لو ضبطنا ونحن نصور فيلماً؟ سنعتقل حتماً، وقد لا يدعون أحداً يعلم بذلك على مدى 72 ساعة. سنحاول تصوير الفيلم من داخل السيارة. مجازفة كبيرة، لكن بإمكاننا أن نتحمل تلك المجازفة. يصعب تحديد الموقع، لكن قيساً يقول إن معظم الأفغان يعتقدون أن ما يشير إليه المحتجزون بعبارة السجن المظلم كان هنا في وقت من الأوقات. هل ترى البرج؟ إنه أول برج مراقبة. هل ذاك هو سور القاعدة؟ يبدو من خرائط التقطتها أقمار صناعية أن الموقع الأصلي للمصنع لم يعد موجوداً، وحل محله مجمع ضخم من المباني الجديدة. إنه بين المباني. هناك بالضبط؟ هناك بالضبط. المبنى الصغير ذاك هو الموقع بالضبط. هذا المكان يثير الرهبة في النفس بعدما يكون المرء تحدث لرجال يحتمل أن يكونوا جاءوا إلى هذا المكان ذاته مكبلين ورؤوسهم مغطاة. إذا عبر المرء هذا الطريق بسيارة في أي يوم، فقد لا يشعر بأن شيئاً من هذه الأشياء قد حدث على الإطلاق. وهكذا من الواضح أن هذا الموقع محصن جداً في الواقع. أظن أن أحد الحراس قد رآنا، لذا علينا فعلاً أن نبتعد عن هذا المكان. رفض مسؤول CIA أن نجري معهم مقابلة، كما رفضوا أن يردوا على أسئلة محددة أرسلناها إليهم، بل إنهم رفضوا حتى أن يؤكدوا إن كان السجن المظلم قد وجد أصلاً. إذن حدث هذا قبل أكثر من عقد من الزمن لمجموعة صغيرة من الناس اعتبر بعض أفرادها أنفسهم أعداءً للولايات المتحدة، فما الذي يمكن أن يجعل عامة الأمريكيين يهتمون بهذا؟ اليوم حدث علينا نحن هذا الأمر، غدا حيحدث على ناس آخرين، لربما بعد ذلك يصبح جزء من المواطنين الأمريكان يشكلون خطر على الحكومة الأمريكية، فتتخذ معهم هذه الإجراءات. الموضوع أن الحكومة الأمريكية خرقت العهد بينها وبين المواطن الأمريكي. ربما يكون السجن أزيل من الخريطة تماماً، لكن الرجال الذين قضوا هناك زمناً يقولون إن ما فعل بهم سيبقى حاضراً في أذهانهم إلى الأبد. هل هذا الطبيب عندما كان يمارس، أو هذا المحقق عندما يمارس تلك الأفعال القذرة، هل هو مرتاح نفسياً؟ أنا أخاطب نفسه الآن، أخاطب الآن ضميره، هل ما فعلته يتناسب مع إنسانيتك؟